هي صور لكارثة بيئية تضرب بسواحل بلدية بوسماعيل التابعة لولاية تيبازا منذ أزيد من 7 سنوات. سكان المنطقة أرجعوا السبب الرئيسي لهذا التلوث البيئي إلى تدفق المياه الصناعية لمجمع تونيك إلى جانب تدفق المياه المنزلية القذرة في هذا الشاطئ. كان زوج لوزينات الفوق طونيك وبلوان هما ديجاجو الحال. بون طونيك يرمي غير كارط ماشي كل يوم يرمي بصح بلوان دائما يرمي. ولادنا كاع مرضوا كاع اللي تحكموا كيما قال الاخر هذاك انا ولادي انا كاع قرصهم لي ميديز معمره من لي ميديز. لي زورسان اللي كانوا لهنا بكري مشهوره بلي زورسان ماتوا كاع ما كاش الحوت ما كاش. شوفي كيف داير صافي مع الزيق تاع البلاد فاني حاش حاش قدركم زدي هبط ديريكت فاني. الغريب في الأمر هو الصمت المطبق للسلطات المحلية عن الظاهرة طيلة هذه السنوات دون أن تحرك ساكناً وتعمل على استغلال هذا الشاطئ في مشاريع سياحية. دلنا براوات شكينا بلدية الولاية قال لك تبع السياحة تبع كذا تبع منه تبع منه وما بنوا له. عندهم فايت 7 سنين وصلوا الناس اللي حقول لهنا يبلعوا لهم الروقار هذو بلعوهم جعودوا جو حلوهم. هما جاو حلوهم هذو تاع الشركه هما اللي جاو عاودوا حلو والبلديه شغلت ما كاش. هذو الناس اللي هم فركه الله غالب عليهم جدد الواله مشاركين مع كي مع برلهوان كي مع طونيك. السكان والصيادون سئموا من هذه الوضعية التي أثرت سلباً على صحة الإنسان والكائنة البحرية بعدما تحولت معظم شواطئ البلدية إلى مفارغ عمومية ومنعتهم من ارتيادها كما منعتهم من السباحة والصيد. نحن بصيفتنا البحرية ما منجموش نصيدوا هنا يا نقيسوا احنا 20 شبكة 20 طرف تاع شبكة 30 طرف تاع شبكة ما نجيبوش الحوت وهذا راه لاحق حتى لبرا. وكي تجي يكون شرقي يديهولنا يروح للجهه الشرقيه يلحق حتى قريب تيفالو كي يكون الريح غربي يديهولنا حتى قريب فوكا. وعينا نشكون ما لقيناش الحوت راه كاع ميت الزرسان ميت الحشيش مات. شو ولا انا كون يحبوا يخدموا يقول لك خدمه ما كاش لي جان انا ما يجوش الا انا دي كيوسك كثر من دواودا يديروا لهم دي كيوسك من هنا واحد يبيع لا كرام واحد الحوت واحد الريستورات وكاع يديروا لهم واحد 100 كيوسك لهنا ما 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 طريق لهنا لي باراسول وكاع طولي ماشي توريستيك لهنا. في انتظار إجراءات فورية وصارمة تجسد وعود الوافدين الجدد على وزارتي البيئة والسياحة بإصلاح القطاعين وتطويرهما ليبقى شاطئ الكتيبة اليوسفية المتواجد غرب بلدية بوسماعيل عينة من بين الشواطئ التي تنتهك وتلوث بعيدا عن أنظار المسؤولين.